السلام عليكم بنات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم الجو زوين، ما كايناش شميشه، ما كايناش شتاء. انا دخلت دابا الكوزينه وغادي نشارك معكم واحد الوصفه ديالنا اللي معروفه عندنا اللي سميتها الزعلوك. وكنت كنهضر مع الاخوات الجزائريات وما تيفرقوش ما بين الزعلوك وما بين الشقشوقه والتكتوكه. وصافي، وقلت غادي ندير لهم الزعلوك وغادي نرسلو لهم لوحو فيديو ونهضر معاهم باش يشوفوه. يلا بقاو معايا باش تشوفوا الفيديو ديالي. انتما البنات، غادي نحتاجو الزعلوك، غندير جوج دنجالات وغندير واحد ربعه د الفصوص ديال الثوم، وعندي واحد ثلاثه د المطيشات. غادي نقطعهم ونتلاقى معكم من بعد. كما كتشوفوا هاد الدنجال قطعتو، نقطعو كنديرو في الطنجره ديالي. المهم بعد ما قطعنا مطيشه والثومه غادي نضيفوهم للطنجره كما كتشوفوا. غادي نضيفو توابل، غنكونوا مزعمين شويه الكمون والتحميره هما اللي مزعمينهم، اما البزار والسكينجبير والملحه غيكونوا شويه شويه، ما نديروش بزاف. وغتبقى لنا الزيت البلديه، نديرو واحد الكميه لا باس بها، ما غاديش نديرو الماء. بعد ما ضفنا القزبر ومعدنوس، صافي دابا غادي نسدو على الكوكوط ديالنا. ما درتش فيها الماء، غير الدنجال ومطيشه والثومه الربيع والاقامه. صافي غادي نسد عليها وغادي نقص العافيه مزيان، ومن غادي تصفر انا نبقى نحرك في الكوكوط، نبقى نحرك فيها مره مره نحركها وهي كتصفر، دوز واحد 10 دقائق ونحل عليها. الزعلوك ديالي درتو كيطيب، انا غادي نرافقو بالكفته، غنديرها مع مطيشه. الكفته درت ليها البصله والربيع والاقامه البزار التحميره سكينجبير الكمون، وغادي نديرها مع مطيشه بالثومه والربيع، ونتلاقى نكمل الوصفه. بعد ما كورنا الكفته كامله بهذه الطريقه، ما درتش الماء غير الزيت، غادي نسد عليها حتى تطيب على خاطرها. بالنسبه للكوكوطه البنات، مره مره تحاولوا تحركوا فيها باش ما تلصقش الدنجال، حتى ما دايرينش الماء، وملي تبدا تصفر عاوتاني تبقاو تحركوها. انتما كما كتشوفوا مطيشه انا ما درتش فيها، ما درتش الماء كاع، ومطيشه طلقات الماء. ها انتما البنات، ها هي الكوكوط بدات تصفر، انا غادي نحرك نبقى نحرك الزعلوك باش ما يلصقش. ودابا غنحسب ليها واحد 10 دقائق ما كاملاش، حيت راه خدات الوقت ديالها بين ما تصفر، واحد 6-7 دقائق. صافي ونطفي عليه، صافي كنحلو. ديك الساعه كنبقاو كنشحرو فيه فيجينا ناشف، داك الماء اللي غادي تطلقو مطيشه فيه حتى هو ما يبقاش. هذا البنات هو الطبق النهائي ديال الزعلوك، هانتوما شفتو كي كيجي ناشف، كيجي زوين، ورافقتو بهاد الطبسيل ديال الكفته بمطيشه كما كتشوفو. واخيرا البنات، هانتوما كتشوفو الاطباق ديالي كيجاو، لا الكفته ولا الزعلوك. هانتوما الزعلوك كيجا ناشف، ما معسل، محمر، زوين. يعني اي وحده عمرها ما دارت الزعلوك تقدر في اول مره تقدر ديرو، ما ديروش فيه غير الماء، ما كيبغيش الماء. المهم البنات، الى عجبكم الطبق ديال اليوم، عجبكم الزعلوك، ما تنساونيش من لايك ودعموني، تشاركوا في القناه ديالي، وشكرا، والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.